فريق نهضة زمامراق في فترة ديال توقف البطولة، فهو يعني استغل الأسبوع قبل الماضي، يعني نهاية الأسبوع قبل الماضي، يعني السبت اللي قبل هذا دار جوج ديال المباريات وديتين، مباراتين وديتين كانوا في نهار واحد. تقسموا الجروب على لا جوج، الجروب الاولى لعبت ضد شباب محمديه ربحوا بجوج لزيرو الصباح، وفي العشيه لعبوا في الزمامره ضد اولمبيك اسفير ربحوا ثلاثه لجوج او ثلاثه لواحد، يعني مباراه وديه اللي كانوا بجوجهم في نهار واحد. من بعد يعني بقاو اللاعبين كيترينيو بشكل عادي لهذه المباراه اللي كيف ما قلت يا خويا ايوب، الموعد مقبل، المباراه صعيبه، مباراه مهمه بزاف لنهضة الزمامرة، ولو انه يعني على الورق راه الامور واضحه خويا ايوب، يعني صعيب انك تقارع الوداد الرياضي سيرتو اللي مقلع دابا، الامور عنده جيده جدا نهضة الزمامرة. نعاودوا نعطيو الارقام ديالو خويا ايوب، يعني من بعد مرور 21 دوره فهو في المركز الاخير، المركز 16 16 نقطة، يعني كل مباراة بنقطة، 4 ديال الانتصارات 4 ديال التعادلات 13 الهزيمة، اللاعبين ديالو ماركو 20 ودخلات عليهم 33 هدف، يعني حصيلة كبيرة وكبيرة بزاف. يعني كما قلت لك اللاعبين استأنفوا التدريب ديالهم اليوم في العشية، غادا تكون آخر حصة تدريبية في الزمامرة في 6:30 ديال العشية، غادا تكون آخر حصة تدريبية باش غدا الفريق، يعني غدا الثلاث الفريق غيمشي للدار البيضاء على أساس أنه يدخل أحد الفنادق ديال العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ومن بعد يعني اللي وجد الماتش اللي غادي كيف ما قلتي غادي يلعبوا نهار الاربعاء مع 7:15 في دونور، يعني في مراكب محمد الخامس في الدار البيضاء 7:15 المباراة، يعني مقدمة عن دورة 22 ديال البطولة الاحترافية في قسمها الأول. مجموعة من المتغيرات، مجموعة من الأخبار أخويا أيوب، بطبيعتها غتكون غيابات كبيرة وكبيرة جدا والأسباب متعددة، يعني في المقدمة ديالها الحسن الدحدوح، الحسن الدحدوح الكل اللي عرفناه لاعب شاب اللي موقف من طرف المكتب المسير، هو حاليا كيجري التدريب ديالو مع فئه الشبان. ايضا لاعب اخر اللي سمعنا بانه موقف هو عبدو اتشابا واللي كيتريني بوحدو، كنتمناو يعني حنا كنيني ديال الاخبار كيف ما جاتنا من المصادر ديالنا، ولكن كنتمناو بانه على الاقل يعني المكتب المسيرين يخرج بشي بلاغ انه ياكد اسباب ديال التوقيف ديال الزوج لاعبين اللي ما كيترينوش مع الفريق الاول ديال نهضة الزمامرة، لا الحسن دحدوح ولا الكابوني عبدو اتشاباو اللي هو بالمناسبه خويا ايوب عبدو اتشاباو جاميلو، فهو الهداف ديال نهضة الزمامرة بسبعه ديال الاهداف، يعني تقريبا شبه مؤكد عبدو اتشاباو. وايضا الحسن دحدوح غادي يكونوا غايبين على الماتش ديال الوداد ديال نهار الاربعاء، غادي يتجادلوا مجموعه اخرى من اللاعبين اللي مده ما بقينا شفناهم بحال نادي خالص اللي تقريبا كاين هضره بانه تقريبا سال الموسم ديالو مع نهضة الزمامرة، ايضا لاعب اخر اللي اختفى على الانظار منذ المده الطويله، اللاعب يعني واحد لاعب شاب عمل التسميه ديالو مشات، يعني ما بقيناش شفناه بزاف، يعني عماد الرياحي اللي كنا شفناه لعب شي ماتشات دخل فيهم، ايضا ماتشات لعبهم مشيتيلي ولكن مده طويله ما بقاش يدرب مع الفريق، انا ما عرفتش الاسباب اللي خلاته ما كيدربش مع الفريق، يعني كاين غيابات في صفوف نهضة الزمامرة. ونختم اخويا ايوب نعطيك بعد البرنامج ديال المباريات المقبله ديال نهضة الزمامرة، مباريات حارقه وصعبه جدا كيف ما قلنا، الموعد المقبل نهار 16 يونيو غادي يحل ضيف على الوداد الرياضي 7:15 ديال العشيه، من بعد غادي يستقبل الحسنيه ديال اكادير نهار 27 يونيو مع الخمسه ديال العشيه، قال من بعد غادي يكون ديربي ديال دكوالا عبده اللي غادي يحل فيه فريق نهضه الزمامره ضيف على فريق اولمبيك اسفي، يعني هذا الماتش غيكون في لو برومي جوي مع 9:30 ديال الليل. من بعد غادي يكون الاستقبال ايضا ديال المغرب التطواني 4/7 يعني 4 يوليوز مع الخمسه ديال العشيه، ومن بعد غادي يكون رحله صوب برشيد باش يواجه يوسف ديال برشيد، وهذا الماتش غادي يكون نهار 7/7 يعني 7 يوليوز مع الخمسة ديال العشية، يعني المباريات صعيبة وحارقة ديال فريق نهضة الزمامرة، المباريات الخمسة ديالو المقبلة. نختم خويا أيوب خبر اللي كيتعلق بالشبان ديال نهضة الزمامرة اللي غاديين يلعبوا ضد الشبان ديال اتحاد طنجة، يعني في الربع نهائي البطولة الوطنية للفئات الصغرى، يعني الشبان هو الفئة الوحيدة ديال نهضة الزمامرة اللي داز الربع، الشبان يعني خدعوا البروتوكول الطبي كما تيقولوا، يعني داروا المسحة الطبية ديالهم، خرجت الحمد لله النتائج السلبية.